قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا رد مختصر وكافي وشافي إن شاء الله تعالى على الملحد الدجال المدعو عدنان إبراهيم الذي فتن كثيرا من المسلمين، وما ذلك إلا للجهل الذي تفشى في مجتمعنا للأسف الشديد. فالرجل هنا في هذا المقطع نرد على إنكاره لحد من حدود الله، حد ثابت أثبته الله سبحانه وتعالى وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعله وأمر به وفعله الصحابة والخلفاء من بعده رضي الله عنهم أجمعين، ألا وهو حد الرجم. أنكره عدنان مستدلاً بفهم خاطئ وباطل وكاذب لآية من سورة النساء، قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عدنان إبراهيم قال ديل الإماء، قال ربنا قال عنهم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقال المحصنات يعني المتزوجات، قال بدليل بداية الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. شوف يا عدنان، الحاجة اللي استدلت بها دي، الشبهة دي، ده يدل على غباك وبلادتك والله وبلادة الناس المتابعينك. كيف ربنا قال في بداية الآية اللي انت استدلت بها ذاتها، ربنا قال: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات، ينكح يتزوج، فكيف إنسان يتزوج محصنة؟ وفي فهمك المحصنة في الحتة دي يعني المتزوجة، كيف إنسان يتزوج المتزوجة؟ هل الله عز وجل يبيح ذلك؟ إذا لا يمكن يكون معنى المحصنات في بداية الآية زي ما أنت استدليت يكون معناها المتزوجات، لأنه لا يمكن لإنسان أن ينكح يعني يتزوج المتزوجات، لا يمكن. فالمعنى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر الأبكار، كما ذكر ذلك القرطبي وكما ذكر ذلك البغوي وكما ذكر ذلك غيرهما كثير من علماء التفسير. فلذلك معنى نهاية الآية: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات في بداية الآية الأبكار الحرائر، والبكرة إذا زنت عندها 100 جلدة، وعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات يعني 50 جلدة. ده معنى الآية، الآية أصلا ما تكلمت عن الرجم أصلا أصلا أساسا، لأنه ما على الإماء أساس الرجم. فهذا الرجل رجل بليد، ونحذر منه جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. ونحن سجلنا الكلام ده في المكان ده، ده من باب شكر الله على هذه النعم التي هي من حولنا ونرى منها كثيرا ولا نرى منها أكثر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، جزا الله مشايخنا الأفاضل الشيخ مزمل عوض فقيري وشيخنا أحمد البدوي وشهاب عوض على هذه الرحلة، الرحلة الدعوية لولاية جنوب كردفان. ونحن الآن في منطقة اللي هو رشاد، منطقة تروبة خور العلالي أو العواي، فبالتالي أنه هؤلاء الشباب جزاهم الله خير على هذه التبليغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى ودعوة الأنبياء والرسل، ونشكر كل من عاونهم وساندهم على ذلك. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.